اول درس النهارده لسنه ثانيه ابتدائي. الدرس بيتكلم عن ذا كانتري سايد. يعني ايه كانتري سايد؟ يعني الريف. تعالوا نشوف الحاجات اللي بنشوفها في الريف. ايه الحاجات اللي بنشوفها في الريف؟ نباتات. نبات يعني ايه؟ بلانت. بلانت يعني نبات. بنشوف ايه في الريف تاني؟ كاو. ماشي. بنشوف ايه تاني؟ حمار. يعني ايه حمار؟ يعني دونكي. دونكي. وبنشوف ايه كمان عندنا؟ سبرايت. كوكو. ها كوكو. هين يعني دجاجة. هين يعني دجاجة. هي الدجاج. وايه كمان؟ وفي فلاورز. والبقر. وفي ايه تاني؟ ها تريز. اشجار. خلاص كده دي الحاجات اللي بنشوفها في الريف. تعالوا بقى نشوف ومنزل. ماشي. ومنزل في كل مكان. وقوس قزح. وقوس قزح ريمبو. تعالوا نقرا الدرس. ما احنا قلنا تري. تعالوا نقرا الدرس كده ونشوف الدرس بيتكلم عن ايه. الدرس الولد والبنت دول بيتصلوا على جدتهم بيطمنوا عليها بيشوفوها فين. فبيقولوا لها ايه؟ وير ار يو جراند ماذر. وير ار يو جراند ماذر يعني ايه؟ وير ار يو. وير ار يو يعني اين انت. وير يعني ايه؟ اين. وير اداه استفهام بمعنى اين. وير ار يو يعني اين انت. يبقى وير ار يو يبقى اداه استفهام اين اسمها وير. وير 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 يعني ايه؟ اين انت. طب اين انت يعني ايه؟ وير ار يو. وير ار يو. وير ار يو يعني اين انت. اقعد هنا. I'm in the park. عايزه اقول انا في الحديقه. هقولها ازاي؟ I'm in واقول اسم المكان. I'm in the park. خلاص كده. انا مثلا عايزه اقول I'm in the garden. I'm in the garden. واخدين برضو garden يعني حديقه. I'm in the garden. خلاص كده. يبقى I'm وان وبعدين اسم المكان. يبقى where are you؟ I'm in the garden. Where are you? I'm in the park. بس كده قالت لهم ايه؟ I'm in the park. It's beautiful. يعني ايه beautiful؟ يعني جميل. خدنا كلمة تانية بمعنى جميل اسمها ايه؟ ها nice. Nice يعني جميل. لسه ما خدناها. There is a rainbow. There is a rainbow in the sky. يعني ايه sky؟ سماء. سماء. برافو. في رينبو في السكاي. يعني ايه رينبو؟ عارفين الوان الطيف اللي هي بتبقى عامله دوت كل واحده من لون؟ اه انا عارف. كسكسي. انا الوان كتيره هنا كده. خلاص احنا زمان ما كتبش الاول. اه اسمها ايه؟ رينبو. رينبو يعني الوان او قوس قزح. Is there a bench in the park؟ هل يوجد بنش؟ يعني ايه مقعد زي دوت كده زي الدكه دي كده؟ في بنش في الحديقة. يعني انت قاعدة على حاجة. yes. قالت لهم ايه؟ yes there is. I am on the bench now. انا قاعدة على البنش now. تعالوا نشوف بقى كلمة هل يوجد. هل يوجد يعني is there. طب عايزة اقول مثلا نقول اسم الحاجة. عايزة اقول هل يوجد قلم. مين هيقول لي هل يوجد قلم؟ أنا. ها قول. is there أبن. تعالي هنا عشان نشوف. Is there a pen؟ طب عايزة أقول هل يوجد حقيبة؟ مين هيقولها لي؟ صور. Is there a pen؟ طب عايزة أقول هل يوجد كتاب؟ ها مين هيقولها لي؟ Is there a book؟ هنا؟ يبقى هل يوجد يعني إيه؟ Is زين. خلاص كده. طيب ملاحظين ان الحاجات اللي بعد اس دي كلها ايه؟ مفرد. بوك كتاب واحد. بنج شنطه واحده. بن قلم واحد. طب لو انا هسال عن الاقلام لو جمع هقول ايه؟ هقول ار زير. ار زير بنسل. ار زير بنسل. وزائد الاسم جمع كلمه جمع بعديها. يبقى اس زير لو حاجه مفرد وار زير لو حاجه ايه؟ لو حاجه جمع. طيب عايزه اقول هل يوجد اقلام نقولها ازاي؟ مين هيقولها لي؟ ها قول. عايزه اقول هل يوجد حقائب؟ ها عايزه اقول هل يوجد بوكس؟
الماضي وجذب ايه؟ حاجتين، واحده للمفرد وواحده للجمع. المفرد اسمها از زير، الجمع اسمها ار زير. هكتب لكم جمل وهترجموها لي. هل الكراسات بتاعتكم اهي؟ يلا نبدا. يلا بتاعتي منا لو سمحت اسمع. خدها لك. ممكن خدها لك. هل يوجد سحابه؟ يعني ايه كلاود؟ كلاود اهي. هل يوجد سحابه؟ عايزه اعمل الجمله دي. ها انا قلت هل يوجد يعني ايه سحابه؟ هل يوجد يعني ايه از زير كلاود؟ خلاص الجمله اتحلت. يلا اكتبوا، نكتب العربي وتحتها بالانجلش. هل يوجد سحابه؟ لا انا هكتب يا ابني. لو سمحت اسكت يا بنت. هل اسكت يوجد؟ اكتبوا بس العربي. طب اكتبوا العربي وسيبوا الصفحه فاضيه. مش الانجليزي بس. انا عايز كله تكتبي لي. Yes, there is.
I am on the bench now. I am in the park. It's beautiful. There is a rainbow in the sky. Is there a bench? Yes, there is. I am on the bench now. No, there isn't. Thank you. يلا يا سلمى من عندك كده. Really? لا. Where? I am in the park. It's beautiful. There is a rainbow in the sky. انت اللي هتقولي بالاحمر. ها. Is there? علي صوتك. ها. Is there a bench? There. Park. Yes, there is. I am on the bench now. Ha. Oh, dear, Muhammad. Is there a river? No, there isn't. Where are you again? طب هقرأها لكم مرة كمان نركز عشان كلنا نقرأها. Where are you, grandmother? Huh? Where are you, grandmother? I am in the park. It's beautiful. There is a rainbow in the sky. Is there a bench in the park? Yes, there is. I am on the bench now. Is there a river? No, there isn't. Crowley, tell me. نعم. الأقرب الأحمر؟ أيوة. Where are you, grandmother? I am in the park. It's beautiful. There is a rainbow in the sky. It's a bench. In the park. Yes, there is. I am on the bench now. Is there a river? No, there isn't. Yalla, Mariam. Where? I'm in the park. It's beautiful. There is a rainbow in the sky. There. A bench. Park. Yes, there is. I'm on the bench now. Is there a river? No, there isn't. Yalla, Muhammad. اقرأ اللي بالأحمر خلص. حبيبي من أول صفحة. Where are you, grandmother? I am in the park. It's beautiful. There is a rainbow in the sky. Is there a bench? In the park. Yes, there is. I am on the bench. Is there a river? No, there isn't. يبقى is there يعني هل يوجد؟ بس يا محمود. محمود صوت. Is there يعني هل يوجد؟ ده للمفرد. طب لو حاجة جامعة أقول إيه؟ Are there. يبقى is there للمفرد و are there للإيه؟ للجمع. خلاص كده؟ طيب عايز أقول لحد أنت فين أقول له إيه؟ Where are you? يعني أين أنت؟ طيب أنا هسأل متصل دلوقتي هقول له Where are you؟ ها قول أنا في الفصل مثلا. Classroom. I am in the classroom. خلاص كده؟ طيب يبقى عايز أسأل حد أقول له أين أنت؟ هقول له إيه؟ Where are you؟ طب عايز أقول لحد هل يوجد قلم مثلا؟ يبقى ايه؟ Is there a pen؟ طب لو أقلام جمع
are their beds. خلي بالنا لما نيجي نقول are their ما نحطش معاها a. انا شفت ناس كاتبين لي a beds. الآ دي للمفرد. الآ دي للمفرد فما ينفعش اجيبها مع كلمة جامعة. احط الآ امتى؟ لو البن دي مفرد هقول a pen. اهي a pen. اما البنز ما ينفعش اجيب معاها a. طبعا كده نخلي بالنا من حتة زي دي. تعالوا بقى ناخد كلمات الجديدة بتاعتنا اللي هي صفحة اللي هي الصفحة الأولانية. صوت 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 يلا معايا كده. flower 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 plant plant grass grass tree tree river river the countryside the countryside the countryside the countryside ها flower flower plant plant grass grass tree tree river river the countryside the countryside the countryside the countryside. ناخد كمان الكلمات اللي تحت دي. ناخد الصفحتين يا اب. ايه ده؟ ها ناخد اللي تحت كمان. لو دي بارك حديقه قبل كده واخدينها وسكاي سماء واخدينها. هناخد ريمبو وبنش. هناخد ريمبو وبنش. ريمبو وبنش. خلاص كده. flower plant grass tree river the countryside rainbow bench. علمنا الكلمات بتاعتنا. ها لما انت لازم تركز الاول.